بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وإلى هذا المسجد المبارك، مسجد أبي بكر الصديق بولاية سمسيلت، نسأل الله أن يحفظ أهل هذه البلدة من كل بلاء، صغارا كبارا، رجالا نساء، وأن يحفظ بلادنا الجزائر من كل سوء، وأن يحفظ أمة الإسلام، وأن يحفظ البشرية قاطبة، لأننا ننتمي إلى هذه الأسر البشرية التي نرجو من الله عز وجل أن تعرف سر وجودها في هذه الحياة وتتمثل قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العنوان: الشباب هموم وهمم. الشباب هموم وهمم. أعالج هذا الموضوع من خلال ثلاث نقاط: مقدمة، ثم حديث عن هذه الهموم التي يعيشها الشباب، التي يواجهها الشباب في هذا الزمان وفي هذا البلد في وطننا، ثم النقطة الثالثة والأخيرة: الهمم. كيف تصنع هذه الهمم؟ وكيف تترجم هذه الهمم في الإنجازات والإبداعات والأعمال الصالحات؟ المقدمة: الشباب مرحلة عمرية يعيشها الإنسان، وهي من أفضل مراحل الحياة. الشمس تشرق في الصباح ضعيفة، الشمس كي تشرق صباح ضعيفة، والعشية كي تغرب ضعيفة، قبل ما تغرب وبعدين تغرب. متى تكون الشمس قوية؟ في وسط النهار، في وسط النهار ثم اللي تكون الشمس قوية، عندها الضوء والحرارة في وسط النهار. وكذلك الإنسان يولد ضعيفا، صغير ضعيف، كي يكبر يبدأ يضعف 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 حتى تغرب الشمس نتاعو، وينتقل من دار الدنيا إلى دار القرار. وكلنا كذلك. متى يكون الإنسان في مرحلة القوة؟ في مرحلة الشباب. القوة العقلية، القوة البدنية، القوة العلمية، الطموح الذي يسكن قلبه، هذا الطموح والآمال التي تشتاق إليها نفسه في مرحلة الشباب. وحنا كي نقرأ في القرآن الكريم، نقرأ مثلا في سورة الكهف، وكلكم يقرأها خاصة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، الآية 13 من سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية ربنا عز وجل ربطهم بالإيمان، هؤلاء آمنوا. كونهم آمنوا إذن يعرفوا طريق. المشكلة إذا كان الفتية، إذا كان الشباب ما عندهمش الإيمان، ما يعرفوش ربي سبحانه، يوليوا يخسروا يفسدوا يضروا وهم قادرون على ذلك لأنهم شباب. واش تقدر دير لهم؟ تنصحوا؟ لا ينتصح، لا يرتدع، ويتحدى الدنيا ويتحدى الناس. لذلك كلنا يواجه هذه العقبات حينما نواجه شبابا، نسأل الله لهم الهداية ولنا كذلك الثبات على طريق الهدى. لذلك ربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة يعطينا فكرة عن هذا الشباب الرسالي
الذي آمن بالله عز وجل، وربنا يعاونهم ويساعدهم ويهديهم ويوفقهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هذه المرحلة مرحلة مهمة وخطيرة في الوقت نفسه. أمر آخر في المقدمة أشير إليه، أن الآن هناك شكاوى من الأسر، من الوالدين، من الناس، يقول لك عندنا شباب يخسروا يفسدوا يضروا. مانيش نتكلم على الشباب المهتدي، هذاك الشباب بسم الله ما شاء الله يفرح مواليه ويفرح المجتمع نتاعو ما شاء الله، شباب يعرفوا ربي، ربي هداهم، الصلاة، الصيام، الصلاح والأعمال الخيرية، وهم قادرون على ذلك. هؤلاء الحمد لله موجودون وبكثرة. شوفوا برك رمضان هذا اللي فات، أشكل اللي راه يوكل الناس في الطرقات، أشكل اللي راه يوصل قفة رمضان إلى الفقراء والمساكين في المناطق النائية، أشكل اللي خرجوا للطرق، للشوارع، للطرق، السيارة، ويمدوا إفطار الصائم وما يفطروش في ديارهم، يفطروا في طريق. هؤلاء مبدعون، هؤلاء عاملون خيرون، كاين خير في الأمة، وأمتنا ما يروحش منها الخير على وجه الإطلاق، ولكن جهودنا تنصرف إلى مواطن الخلل، هذوك اللي يعيشوا هموم. نروح مباشرة النقطة الأولى، ما هي الهموم التي يعاني منها الشباب اليوم؟ كثيرة، منها الشباب ضائع، عندنا فئة من الشباب ضائعين، لا هدف لهم في الحياة، ضائعين، داخلين في نفق الفساد، في المخدرات، المخدرات، السموم البيضاء التي تهدد الجميع. مرة واحد من الوالدين اتصلوا به من المستشفى بالرقم نتاع وليده، كي اتصلوا به قالوا وليدك راه في المستشفى. كي وصل للمستشفى الطبيب قال له وليدك بزاف لا دوز، يعني المخدرات تعاطى بزاف. باباه ما على بالوش اصلا باللي وليده راه يتعاطى المخدرات. ماذا حصل؟ سقطوا باباه، سقط. قال لهم وليدي، قال لهم وليدي ما خطيه؟ قالوا له صاحب التليفون هذا وليدك؟ قالوا نعم. وكي شاف وليده باباه طاح، ثم داوه الاستعجالات. علاش حكيت هذه الحكايه؟ باش نقول الجميع مهدد، اصبحت المخدرات في الثانويه وفي المتوسطه وفي الجامعه وفي مراكز التكوين، في دور الشباب، كثيره جدا، تهددنا جميعا. لا احد يقدر يقول لك انا في منأى عن هذا الخطر، كلنا على خطر كبير. إذن هذا هم كبير. كنت كلموا على المخدرات بجميع أنواعها، والخمور بجميع أنواعها، وما يتبعها من مفاسد ومن مضار، منها كان اللي يدخل منهم في عالم السرقة، واللي يتذوق المخدرات يسرق من أجل باش يستجيب للمطالب نتاع الجسد نتاعو الذي لا يشبع من المخدرات، يسرق ويرتكب حماقات نتاع العنف، العنف مع مواليه، مع الناس، مع الجيران، والمصالح الأمن اشحال يستقبلوا يوميا من الشكاوى والعنف اللي راه حاصل بجميع أنواعه، العنف المادي الجسدي والعنف المعنوي، وكذلك الجرائم الأخرى، محاولات أو الشروع في القتل، وكاين قضايا القتل العمدي، وكاين قضايا القتل الخطأ
يتناول المخدرات ويدخلوا يركبوا السيارات وتعرفوا ماذا يحصل. أصبحنا كلنا على خطر عظيم، أي واحد منا يدخل طريق يخاف، يخاف ما على بالوش من تجيه الكارثة، لأن لا احترام قانون المرور ولا الأدب. مانيش نتكلم عن مظاهر الصحة، هذه موجودة في أمتنا، موجودة في مجتمعنا، ولكن تلك نتمنى أن تتمدد وأن تتجدد. ولكن في الوقت نفسه عندنا تحديات تواجهنا جميعا. هؤلاء الشباب اللي عايشين في الجريمة، السجون، ومنكم من زار السجون، لا حول ولا قوة إلا بالله. تشوف الشباب 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، 40 سنة، بدل أنه يكونوا يتمتعوا بالحرية ويخدموا وطنهم ويخدموا دينهم ومجتمعهم، لقوا أرواحهم داخل المؤسسات العقابية، مؤسسات إعادة التربية. وكاين صغار ما يسمى بالمؤسسات نتاع الأحداث، صغار هذوك اللي عندهم 13 سنة 14 سنة وارتكبوا جرائم كبيرة. أذكر مرة من المرات واحد من هؤلاء الصغار وعمره 14 سنة بالضبط، بعد ما كملنا معهم واحد المحاضرة وليت نشوفهم واحد واحد بناء على دراسة الملفات طبعا بالتنسيق مع الإدارة. كي جاء الدور نتاع هذا الطفل خرجته وحده في الحديقة نتاع المؤسسة، قلت له يا وليدي إن شاء الله تخرجوا من هذه المؤسسة وما تخافوش، المجتمع يرحب بكم إلى أخي إلى آخره. طبعا هو ارتكب جريمة قتل، يعني 14 سنة قتل. لن أنسى هذه الذكرى السيئة. قال لي أنا كي نخرج نولي شرطي. قلت له علاه؟ قال لي باش نكافح الجريمة، باش نعس ذراري ما يقتلوش كما أنا قتلت. تصوروا يا إخواني هذا الأثر السيء من ناحية السيكولوجية، وطبعا لازم لبسيكولوج، لازم ماشي حاجة بسيطة، ليس الأمر بسيطا تماما. الطفل قتل وعمره 14 سنة، وطبعا هو أيضا ضحية، ضحية نتاع طلاق. نحب نمشي لكم مثال قدام، ضحية نتاع طلاق، طلاق باباه في جهة ويمه في جهة، ودخل في مع كذا وخلافات إلى آخره، رفد الموس إلى ثقافة السكين، ثقافة الموس، الصغار يرفدوا السكاكين في جيوبهم ومع شوية مخدرات، وانتم عارفين ما هي النهاية. ما حبيش نطول في هذه المأساة، هي مآسي كثيرة جدا، خطر كل طفل يرتكب جريمة من الجرائم عندنا كامل مسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هذه صيغة من صيغ الحديث المتفق عليه، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن فالمسؤولية تضامنية جماعية. ما حبيش نكثر من هذه الحكايات. أذكر حكاية أخرى، هذه عندها سنوات، شاب أكثر من 30 سنة في عمره دخل السجن مرارا، ففي الخطاب اللي وجهناه يعني في الكلام اللي قلناه قال المجتمع يرحب بكم وإن شاء الله ماذا بك تقادروا المجتمع، سوف يحتضنكم ويستقبلكم وكذا. ماذا قال هذا الشاب؟ قال أنا كي نخرج نزيد ندير كاش حاجة باش نولي. وقال لي كلمة لا أنساها، وكل رواية أرويها عندي إذن من صاحبها، وهذا منهج نبوي ما بل أقوام. أتدرون ماذا قال؟ قال لي هذا المجتمع لا يستحق الاحترام. قلت له علاه؟ قال لك يوم أن طلق أبي أمي، بابا كي طلق يما
المجتمع يتفرج. خلوا بابا يطلق يما الأم نتاعي، المجتمع يتفرج. انظروا وتأملوا في حجته الدامغة، حجة قوية. قالك هذا المجتمع كان يتفرج، ما كانش اللي يدخل باش يدير الصلح بين بابا وأمي، لا العائلة نتاع بابا ولا العائلة نتاع يما ولا المجتمع. لقيت روحي مشرد بين الوالدين المطلقين، خلاص أدخلت مع اللي طبعا عنده أصدقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ألقى روحه بلا ما نقول طبيعة الجرائم التي ارتكبها، وصدقوني وأقولها للعبرة، ساعات وزيارات وزيارات والهداية من الله. نحن نتخذ الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله. نهاية هذا الشاب كانت نهاية جميلة جدا، بعد ما ربي اللي هداه خرج من الحبس إلى آخره. طلبت منه العفو باسم المجتمع، قلت له غلطنا في حقكم اسمح لنا، لابد أن أعترف، ما نقدرش ندافع عن المجتمع، لا أستطيع الدفاع عن هذا المجتمع، اسمحوا لي على هذه الصرامة الأخوية. ولازم أشعره بأنني أتبنى قضيته، وإلا ما يسمع ليش يعني. فقلت له اسمح لنا غلطنا، استغفر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضر ولا ضرار، لا على سبيل المبادئة ولا على سبيل المقابلة. يلا كي تخرج إن شاء الله أنت ساعد هذا المجتمع باش يتسقم، واللي إنسان صالح مصلح. المهم الحكاية طويلة، ربي هداه أخرج من الحبس ولا إنسان صالح، وشكل أسس أسرة وبسم الله ما شاء الله. هؤلاء كثيرون والحمد لله، ولكن في الوقت نفسه نأخذ نحن العبر. علي بن أبي طالب قال ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. لابد أن نعتبر من كل شيء. هو ربي في القرآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، لازم نسير نأخذ العبر والدروس من الأحداث ومن التاريخ، فنقرأ التاريخ قراءة اعتبار. لذلك أقول هؤلاء الشباب عندهم هذه الهموم، هي هموم يعيشوها. أيضا عندهم هم آخر كبير جدا اللي هو التكنولوجيا المعاصرة، الانترنت، شبكات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك. يا حسرة، يحكم جهاز في يده وينفصل عن هذا العالم، يجي الوالدين والأئمة والمدرسون والمربون يقول واش يحبوا، يزرعوا واش يحبوا. هو يفتح الجهاز نتاعو تليفون ويستقبل ثقافة الدمار، ويستقبل قيما دخيلة على مجتمعنا، فينهار ويتحول هو إلى معول هدم ودمار. شحال من الشباب اللي راحوا لنا بسبب الانترنت ولا لنا؟ والله ما عندها أسبوعين أربع شباب وزوج بنات، معنا المجموعة ستة، كلهم تزوجوا الزواج بالانترنت. وللأسف الزواج بال اسمه المختلط، يعني تزوجوا بغير المسلمين. أنا عميه. والسؤال كيف؟ قالك لو مارياج ميكست بالانترنت، تواصلوا تزوجوا وبدات الهموم والمشاكل. إذن كاين شباب يريح سبع ساعات ثمان ساعات مع البورتابل نتاعو، يا درا واش راه يشوف واش راه يتبع. مانيش نقول تكنولوجيا ماشي مليحه،
أنا نقول التكنولوجيا سلاح ذو حدين، من أحسن استعمالها سيستفيد منها كاين الخير، من أساء استعمالها هنا الكارثة. وكلكم يعلم أن هناك فساد، وفساد عريض، فساد كبير. إذن هذا هم من الهموم اللي يعيش المجتمع شبابنا. نزيد هم آخر، هم هذه النفوس المدمرة، الاسترس، القلق والأمراض النفسية، ولو شباب ضائع مقلق، ما كان لا عمل ولا طموح ولا أمل، يشوف الدنيا كحلة، تلقى في عمره 30 سنة خلاص شغل انتهت حياته، يقولك حبيت نموت وعيت في الدنيا هذه وكذا وكذا. وهؤلاء اللي اليأس دخل قلوبهم هذا خطر، وكاين منهم اللي وصلوا إلى الانتحار. والله غير نقول هالكلام وأنا حزين وصعب باش نهدر هذه الهدرة، لأن هناك شباب انتحروا خلاص، سويسيد، يقتلوا رواحهم. وكل شاب يضيع منا نفقده هو ضياع لطاقة، لكفاءة من كفاءات المجتمع. إذن أتوقف هنا، هموم الشباب كثيرة. نروح النقطة الأخيرة قبل الخاتمة، همة. قلنا الشباب هموم وهمم، لا يمكن أن نستنهض همم الشباب إلا إذا احتوينا هؤلاء الشباب. الشباب ذكي، إذا كان حسوا باللي احتويناهم بالمحبة، بتبني قضاياهم، بحسن الاستماع، ننصت، ما نديروش الأحكام الجاهزة، قال شباب ضائع، شباب كذا، شباب كذا، نخرجوا الأحكام، نتحول جميعا إلى قضاة، نحكموا عليهم. إذا حكمنا عليهم واش يديروا؟ ينتقمون منا جميعا. أما إذا احتويناهم، نحتوي هؤلاء الشباب، نحبوهم، نشعرهم باللي قضاياهم هي قضايانا، مشاكلهم هي مشاكلنا، أتدرون ماذا يحصل؟ نستميل قلوبهم. حينما نستميل قلوبهم يوليو يسمعوا لنا، يحكيو همومهم ونرافقوهم، ماشي نظريا فقط. النظري نحتاج إليه، ولكن نحتاج إلى ترجمة النظر إلى تطبيقات عملية ملموسة. ثم يسمعوا لنا ويأخذوا رأينا. أكثر من ذلك، نتعرف على كفاءاتهم، نتعرف على هممهم، على طموحاتهم، فتتفجر فيهم ينابيع الخير والصلاح. ثم نسهم في توجيههم وفي تفتيق هذه الهمم وفي تفعيل الكفاءات التي يحملونها والطاقة الكامنة فيهم، بل الطاقة المعطلة. وسوف نرى العجب. هذا الكلام النظري يحتاج إلى بيان، وأبينه بالأمثلة. الهمم الشباب عندهم همم وطموح،
وإن تبدلنا ظهر لنا أنهم ميتين خلاص يأسين، ولكن صدقوني حينما نتبع هذه المنهجية بإذن الله تعالى سوف تتفرج الطاقات الكامنة فيهم، ثم نحن نقدم لهم يد المساعدة. مثلا الشباب في مجال العلم نوجههم باش يقراو، حنا درك نشوفوا شيوخ وعجايز يا اخي تسمعوا كامل بمحو الاميه، تلقى عجوزه على سبيل المثال في هذا رمضان شفنا واحد عجايز في واحد الولايه في الجزائر، ولايه من ولايات الجزائر، عجوزه بدات تقرا كي وصلت 60 سنه او كي وصلت 74 سنه تحفظ القرآن كاملا، أعيد، إلى غاية 60 سنة لا تعرف ألف باء ما يعرفوش، ودخلت مع محو الأمية وحتى العرايس نتاعها تهنوا منها خاطر العجوزة كتروح تقرأ تشغل نفسها. أما إذا كان ماشي مشغولة تدير عرايسها شغل ولا لا لا، وانت كي تجي العشيه تلقى العجوزه نتاعك ترفع لك عارضه الاتهامات وترجو منك احكاما، تقول لك الشيخ العرايس نتاعك داروا فيا العجب، وانت تبغى كيما دير تحصل. اذا كنت مع العجوزه نتاعك هاو تزيدوا تتلاقاو والعرايس مساكن بلك يرفعوا الشكاوى الى الله انا عميه. واذا حاولت تبصر عجوزتك عص روحك، قدرت تتحول المعركه من ميدان الى اخر. انا قلت هذا الكلام قدام العجيزه، قلت لهم يا سعد عرايسكم اكثر من سبعه عجايز اللي حافظين القرآن كاملا كامل، واحدة منهم وإن كان هذا العام اللي فات سبحان الله في رمضان اللي فات عندها 72 سنة وتحصلت على شهادة البكالوريا. أنا عاميه القراية ما عندهاش وقت. إذا كان هذو كبار ما قراوش دخلوا الأقسام تاع محو الأمية ولو قراوا بسم الله ما شاء الله، والعجيز يقراوا القرآن بالأحكام تولي تعرف ما معنى الإخفاء، ما معنى الإظهار، ما معنى الإدغام، ما معنى القلقلة، ما معنى أنعامه. على بالي على بالكم من باب التذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أما الصغار هم من باب أولى، يستغلوا شبابهم في العلم، يحضروا مجالس العلم ويقراوا. حنا كي نقراوا عن تاريخنا المشرق كيفاش كانوا يديروا أجدادنا يا جماعة الخير في الجوامع يديروا الحلقات، هذا يشرح ابن عاشر في الفقه المالكي، والحلقة الأخرى تشرح المختصر الفقهي للشيخ خليل سيدي خليل، والحلقة الأخرى تصرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، والحلقة الأخرى يكرر فيها القرآن باش ما ينساوش تكرار الحزب الراتب، هذه اللي موجودة عندنا في بلادنا وهي سنة جميلة جدا من السنن اللي بها الناس حافظوا على القرآن. الشيخ الشعراوي الله يرحمه محمد متولي الشعراوي اللي تلاقيت به طبعا مرارا وتكرارا قبل ما يموت الله يرحمه، روى هذه الروايه، قال كان كي جيت للجزائر بعد الاستقلال، وعلى بالكم كان على راس البعثه الازهريه جاء للجزائر، الشيخ محمد متولي الشعراوي المفسر القران الكريم في هذا العصر، قال كان بالنسبه لي القران في الجزائر بقى على خير، قرن و 32 سنه نتاع الاستعمار نتاع فرنسا المستدمر الفرنسي، عاش في الجزائر
قرن واثنين وثلاثين سنة مخلى جوامع مخلى زوايا مخلى. قالك بالنسبة إلينا ما كانش اللي يحفظ القرآن خاصة جو بعد الاستقلال. هذا هو يقول نقلا عنه بالسند العالي. أم بعد قال لك كي جا رمضان الله يبارك الأئمة يصليوا من حافظتهم من ذاكرتهم. على بالكم الجزائر معروفة بالزوايا بالجوامع خير ربي. قال لك وقتاش عرفت السر؟ كي لقيت في الجوامع يديروا الحزب الراتب، كاين اللي يديروا مع العصر كيديروا قبل المغرب إلى آخره، ولاو الناس يحافظوا على القرآن الكريم. قالك هنا أدركت السر، الناس هذون ما خلوش القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. علاش قلت هذا الكلام؟ باش نقولوا لشبابنا قراو. ربي قال اقرأ باسم ربك. العلم الذي يرتبط بالإيمان ينفع، العلم الذي ينفصل عن الإيمان ما ينفعش. أتولي تحكم فيسبوك ودير الشبهات انت في الانترنت انت، خاطر انت تعرف، والشباب درك يعرفوا كما قال واحد، تقول والله غير هذا الجيل جاب المعرفة نتاع الانترنت من كرش يماه، ولا لا لا من بطن يماه. نعرف واحد أستاذ في الإعلام الآلي في الجامعة، وليد وحكم الأورديناتور نتاعو الحاسوب دار له كود، ما قدرش باباه اللي يقري في الجامعة ما قدرش يسلك راسه، ولا قال يا وليدي وري لي كيفاش درت. وليده ما دخلش المدرسة عنده خمس سنوات أو أقل، منين وين قرأ؟ قرأ جابها من كرشي يماه. هذا الجيل يعرف، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم ما نعلم وتعلمون أكثر مما نعلم. واللي يحلل في وليده باش يديكودي هذا كيعطي الكود كيفاه. أنقول هذا الشباب إذا كان ضائع يستخدم هذه الأجهزة ويزرع الشبهات، أليس كذلك؟ وبالشبهة اللي يزرعها وحده يقدر يدمر آلاف من الشباب. وإحنا الكبار هذون وكبير ربي سبحانه دير دروس ودير محاضرات ودير ملتقيات، يا حسرة، أليس كذلك؟ زمان كما كاش الانترنت الناس الكبار عندهم قدرة على التأطير لونكادرمون، ولا لا لا كان جوامع كان مدرسة والشيوخ نتاع المدرسة نقدروهم ونخافوهم، ولا لا لا الشيخ اللي قراك لو كان تشوفه جاي من طريق تبعد عليه وضرك. بسم الله ما شاء الله، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم بكري أن يكون رسولا. أما الآن أنت وزهرك، أنت وزهرك. المسألة ليست بسيطة، إذن يا نكونوا يا ما نكونوش، الحياة وعرة، نتعاونوا ويا ربي نسلكوا رواحنا. إذن هذا الشباب لازم يقرأ ويتعلم، وكل واحد في مجاله، اللي يقرأ في العلم الإعلام الآلي يقرأ، واللي في الرياضيات واللي في الشريعة واللي في علم الاجتماع قرأوا برك وتعلموا. نوجهوهم باش هما اللي يحكموا، هما اللي يورثوا، أليس كذلك؟ على درك الآن أئمتنا هما تلاميذ، كانوا تلاميذ درك صاروا شيوخا، ولازم يخليوا الورثة. العلم هذا يتواتر، إذا تحدثنا عن العلم الشرعي يا أخي أمة الإسلام معروفة أنها تحافظ على الإسناد، حاباها الله بجملة نعم، من هذه النعم الإسناد. والله يرحم عبد الله بن المبارك اللي قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تتوارث هذه العلوم، لذلك ربنا جل جلاله يقول لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كاين شباب نوجهوهم ولا هما إذا كان عندهم رغبة
للعمل الدعوي. ما معنى العمل الدعوي؟ يدير الدعوة. هما أقدر على الدعوة منا، احنا عندنا غير وسائل هذه، ندرسوا في الجوامع في الملتقيات وكذا، ولكن هو خير منا. هو يكتب في الانترنت يخاطب الملايين، الملايين ماشي الألاف. إذا كان هذا الشاب صالح يدير الدعوة إلى الله باستعمال هذه الأدوات الجديدة نحن لا نعرف استخدامها، حتى لو كان بغينا ما نعرفوش، أليس كذلك؟ بلى، هذه مسؤوليتهم. كي تقولوا قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك، الدعوة كلنا مأمورون بالدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، وربي قال في سورة النحل الآية 125 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هما قادرين يجادلوا، خاطر صغير كما هو، هذا عنده 20 هذا عنده 20. لو كان يجي واحد عنده 60 يهضر واحد اللي عنده 20، يقول لك طبعا انتم تهضروا على الإيمان والصلاة انتم خلاص قريب تموتوا. أما كي يجي الشاب كما هو يقول لك وراك رايح كيف كيف أنا وياك. هو يقدر، أنا أقول لكم هذه بالتجربة، صدقوني غير بالتجربة، بالتجربة وأدلة قاطعة. وكي يجي الشاب يجيب صاحبه قنعه، قنعه وقادر على إقناعه، وجيبه يصلي ويعبد ربي، معليش يدير الرياضة، ماشي معليش الشاب كي يجي الجامع خلاص، لا، يحافظ على الرياضة نتاعو، يحوس كي هو كي راه شاب ويقرأ ويتمتع بالحياة فيما أحل الله، ويزيد يكون شاب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هذه أمور، ونحن ماذا كمسؤولية جماعية نسهم في التوجيه والإرشاد فقط، وفي المرافقة وفي المساعدة عند اللزوم. إذن هذه روح دعاة. ما ننساش نهار اللي تسمعوا كامل بالشيخ عبد المجيد الزنداني الله يذكره بالخير، مازال حي، هذا من كبار العلماء الذين دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أعطاه ربي علم كبير، ومن اليمن، وحكمة كبيرة. أشحال العلماء الغربيين اللي دخلوا الإسلام على يده، أنا عميه على يده. أذكر مرة كنا في القاهرة في ملتقى، جاء واحد اسمه آرثر أليسون، هذا المخلوق هذا جاء بريطانيا، هو قالك جئت لأثبت بطلان القرآن، طبعا هو قالها بالإنجليزية، طبعا الملتقى قالك جيت باش نبين بالقرآن هذا باطل. واش صرا في الأخير؟ قالك فهزمتني آية، بعد ما سمع الشرح من العلماء منهم الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي آتاه الله الحجة والبرهان، واللي بغى يسمع له يسمع له في الإعجاز العلمي. والفضل بعد الله يعود إليه وإلى تلاميذه، تعب كثير في هذا المجال نتاع الإعجاز العلمي. عندنا الآن علماء، الآن هناك هيئة عالمية للإعجاز العلمي، ولكن هذه الهيئة من ثمرات جهود هذا الرجل وأمثاله، ولا يزال حيا إلى الآن. أقول وبالله التوفيق أنه هو خدمته، ولكن درك خلاص ذا مغار، ما نطلبوش منه درك باش يكمل، خلاص هو خلاص. أشكون اللي يأخذ لارو لاف؟ مثال شباب، أنتم تأخذوا هذا، أنتم تكملوا المسيرة،
أليس كذلك؟ تكمل المسيرة. علاش قلت هذا الكلام؟ الدعوة نرجع إلى آرثر أليسون هذا، ودخل الإسلام وهو مختص في الفيزياء النووية. بسم الله ما شاء الله عليه. نذكر الدكتور محمد جميل غازي، هذا الرجل المحاور بأعلى درجة المناظرة والحوار العلمي، هذا دار مناظرة مع 12 قسيس، 12 طزينة، يا أخي نقول طزينة، بالمناسبة كلمة طزينة معنى 12، وأصلها دزينة، أصلها فينيقي، وصلت لعندنا اسمنا بدلنا الدال بالطاء. 12 قسيس حاورهم على مدار 36 ساعة موزعة على أيام، ماشي في يوم واحد طبعا، وزع موزعة، حوار 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 بالدليل والبرهان. في 12 دخلوا الإسلام، في 12. وأخبرني بعض الإخوة أن هذه المناظرة راهي موجودة في الإنترنت، لا أدري مدى صحة الخبر، ولكن ورجل أعرفه جيدا الله يرحمه برحمته الواسعة، حينما رجع إلى مسجده بحي الزيتون بمصر الجديدة بالقاهرة، تعرفوا إيش قلنا في أول خطاب؟ قال كلام خطير، تعرفوا إيش قال؟ قال: أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس. نعودها، يخطب المسلمين: أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس. علاش أعطى هذه الرسالة؟ باش يقول المسلمين بدلوا من حياتكم. غلط، نرتكب حماقات، ولو الناس كرهوا الإسلام بسببنا نحن، ولا لا لا، حديجة بيناتنا، برك بيناتنا، إذا كان شافوا واحد يصلي ودار أخطاء يقول لك زعما راك تصلي، يا أخي هكذا أصحيت الشيخ، خاصة إذا كان حاج، زعما تصلي زعما حاج ودير هكذا، إذن راك تصلي سقم روحك، حجيت سقم روحك. إذن هذه بيناتنا كمسلمين، احنا عارفين بلي الأمة الإسلام فيها خير، ربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمة مرحومة. هذه الرواية خرجها الإمام الحاكم في مستدركه. رواية أخرى تبدأ بإن، إن أمتي أمة مرحومة، الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث 9550. إذن نحن صدقنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن فينا خلل بأخطائنا يبتعد الناس عن ديننا. لذلك هذا الرجل رحمه الله أعطى هذه الرسالة، يريد إيقاظ الأمة، يهزها، كن قرن ثقفيليث كما كما يهزيك يعزيك، أكي قرن ثقفيليث جماك ما يهزيك يعزيك، معنى خوك إذا كان هزك نصحك معنى يعزك، هذا المكان. إذن هؤلاء العلماء والصالحون، نتكلموا عن الشيخ الباشي الإبراهيمي ابن باديس، المولود الحافظي، أحمد حماني، مولود قاسم نايت بالقاسم، عبد الرحمن شيبان، الشيخ طاري تعالجت ربي يطول في عمره، عنده قرن وسبع سنين، قرن وسبع سنين مازال حي يرزق، مازال بعقله الله يذكره بالخير،
والشيخ محمد صالح الصديق والشيخ قاهر الله يرحمه والشيخ شارف الله يرحمه عندنا، ما ننساوهمش ما ننساوهمش، ولكن ما نبقاوش غير ذكر هؤلاء، ربي يرحمهم اللي ماتوا، ولكن لازم تكون التوريث ملي نطبعوا فيكم. لذلك هؤلاء الدعاة أنتم قادرون على الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تحتاج إلى همم عالية. بعض الشباب يقول لك حنا غير الخير، شكون اللي دار الخير في هذا؟ كما قلنا في المقدمة في رمضان الشباب هما اللي حنا ما نقدروش، حنا لازم كي أذن المغرب لقاو روحنا مع الشربة في الدار، ولا لا لا باش نروحوا نصليوا التراويح. هذوك الشباب يجري ويتعبوا ويروحوا المناطق النائية في لوتوروت، حتى واحد الشاب مسكين راح في شلف أعتقد في شلف الله يرحمه مات بحادث سيارة راح. إذن هاد الشباب قادرين، والله غير قال لي واحد من جهة ولاد عيش البوليدة قال لي غير 28 استغفر الله 28 نهار فطرتهم كاع برا، ما عاد اليوم الاخير فطر مع العائله نتاعو. هذه شهاده نتاع هذا الشاب 28. قلت له كان برك درتو بالتناوب، مره انت تفطر في الدار والاخرين يفطروا في طريق وهكذا. قال لي عجبني الحال نفرح باش كي نوكل الناس في طريق في لوطوروت الى اخره. وكان اللي 10 ايام كان 14. شكون اللي دار؟ الشباب قادرين اللي خدموا الخير لازم ندعموهم في الخير، اليس كذلك؟ ربي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، سوره الحج الايه 77. ربي قال في سوره المائده الايه 48 فاستبقوا الخيرات، وهم قادرون على استباق الخيرات. قبل حين جاءني احد الشباب، قبل حين مش بزاف، في مسجد الشيخ البشير، وقال احنا نهتموا بحفر الآبار. انا عميه يعني اوقاف لوجه الله تعالى. شباب شوف وين راحوا، ربي سبحانه بغى لهم يخدموا الخير وهم يخدموا في الخير. هذه كلها همم، همم ترجمت عمليا في الميدان. إذن كل ميسر مما خلق له، ولا يمكن أن يتحقق ذلك الآن وصلت الخاتمة إلا بعلو الهمم. وأختم قولي بما ذكره ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر. وش يقول في الصفحة 17؟ ده العنوان علو الهمة. في الصفحة 143 عنوان علو الهمم. وش معناتها؟ الرجل ذكي، ممكن واحد من الشباب عنده علو الهمة يولي مع أصحابه يكون عندهم همم أخرى. الله يبارك. إذا كان هناك أمراض معدية تولي همم معدية، أليس كذلك؟ يكونوا 4 شباب يوليوا 20 يوليوا 40 وهكذا. فالصفحة 143 كي وصل الصفحة 220 دار عنوان عجيب نحو ترشيد الهمم. معناتها راه يقول يا الكبار عسوا هاد الشباب اللي عندهم الهمم العالية، رافقوهم أطروهم حبوهم احتاويهم رشدوهم، هؤلاء الشباب قادرون على تقديم النفع للمجتمع للدين للأوطان بل للأمة بل للبشرية قاطبة، وهم قادرون على ذلك. ولكن لن يتحقق هذا إطلاقا إلا إذا تغيروا وانتقلوا من فضاء الفساد إلى مجال الصلاح، وانتقلوا من مجال الهدم والدمار
إلى مجال البناء والعمار لقوله تعالى في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.